السلام عليكم، كيفكم يا رجال؟ انا اخوكم اهو، انا موجود في الزنزانة دي لسببين. السبب الاولاني اني عايز افرح، اما السبب الثاني اني فرح ابوي. ايوه اجا زغط يا بنت يومين بالتمام والكمال، واجيب ابويا واجي عشان اتجوزك. ايوه هتبقي مرتي يا حب عمري. قبل ما اتجوزها بيومين ابوي طلب مني طلب، والله ما كنت راجل قد الدنيا عوض، يعني الاول انك تاخد الطاري، بس انا ما كنتش عايز اقتل حد. ايوه لان عارف ان انا هقتل ده عند ام واخواتي يحزنوا عليه. كيف ده كنت ازعل قوي لما اموت ام واخواتي يحزنوا علي. بس انا قلت لا، ايوه انا راجل في ليله بمسك البندقه واروح للجر واروح للراجل ابص فيها واقتل، واه هتعمل ايه عوض؟ انا فارس صاحب اخوك وعشت عمرك، عايز تقتلني؟ وقتلته، ولاني قتلت روحي وياه، لان اللي قتلته ده كفارس صاحب اخوي وعشت عمري، لكن صاحبي ده انا اللي قتلته بيدي. ايوه زي ما بقول لكم الدنيا